إذن مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم في هذا العدد الجديد من حصة في رحاب جامعة الثامن مي 1945 بجلمة. عدد جديد بمعلومات وإضافات جديدة يقدمها مجموعة من الأساتذة الحاضرين معنا في هذا اليوم، والذي يتوافق والذكرى العزيزة على قلوب كل الشعب الجزائري، ذكرى اندلاع ثورة التحرير المباركة التي نهنئ من خلالها ومن خلال برنامج جامعة 8 مايو 1945 كل الشعب الجزائري، وندعو بالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار رحمهم الله جميعا. إذا مستمعينا الكرام، في هذا العدد يحضر معنا الأستاذ بنقراط عبد العزيز، مسؤول قطب أو مركز قطب الابتكار، دعم التكنولوجيا والابتكار، وكذلك يحضر معنا الأستاذ أيد قاسي عمر، نائب عميد كلية الآداب واللغات المكلف بما بعد التدرج. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، نستهل حديثنا في هذا العدد حول آخر الأخبار المستجدة بجامعة 8 مايو 1945 وما حظيت به من مراتب تصنيفية متقدمة، كذلك حصول الجامعة على تصنيف جديد في معامل أرسيف، وهي كلها تضاف إلى مقومات ومكان جامعة 8 مايو 1945 على الصعيدين المحلي الوطني والدولي، حيث من خلال معامل تصنيف أرسيف وهو معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية، وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات المعرفة للإنتاج والمحتوى العلمي الذي أعلن وبكل فخر واعتزاز بأن جامعة جلمة تحصلت على هذا المعامل لسنة 2020 من خلال مجلة حوليات جامعة جلمة، مع العلم أن هذا المعامل يحتوي على 31 معيار، وبذلك تحتل مجلة حوليات جامعة جلمة مكانة مرموقة ضمن المجلات العربية والعالمية. مستمعينا الكرام، في هذا العدد كما سبق وأشرت يحضر معنا الأستاذ بنقراط عبد العزيز، وهو مسؤول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار، حيث سيكون موضوع الحديث لهذا العدد في الشق الأول منه حصة في رحاب جامعة 8 مايو 1945 عن القطب الابتكار عموما، عن النشاط الذي نظمه القطب خلال الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الاثنين، حيث كان حاضر معنا رئيس الجامعة البروفيسور صالح العقون الذي نوجه له خالص التحايا، كذلك جمهور الطلبة ممن شاركوا بمشاريعهم البحثية في ماراثون تحدي الابتكار الذي أطلقه القطب، بالإضافة إلى 5 جامعات جزائرية. إذن أستاذ بنقراط، رحبوا بك مجددا للحديث عن القطب عموما، عن التظاهرة الحدث التي نظمتموها، عن برنامج إيراسموس بليس إذا كان فيه يعني تطلعات جديدة، وقبل ذلك تقييمكم لهذا البرنامج. إذا نبدأ خطوة خطوة، نستهلها بالحديث عن الحدث تحدي الابتكار لإطلاق المؤسسة الناشئة أولا، يعني كيف كانت التظاهرة، تنظيم، تجسيدها، تقييمكم للحدث ككل، خاصة وأنه هو هذا الحدث يعني يندرج كما ذكرت في برنامج إيراسموس بليس للاتحاد الأوروبي. أولا السلام عليكم مستمعي إذاعة جلمة، وهني الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر الجديدة والمجد والخلود الشهدائي العبرة. أولا تحدثوا على تحدي الابتكار اللي هو إنستارت ماراثون، ليندرج ضمن مشروع إنستارت في ضمن برنامج إيراسموس بليس. أولا نتحدثوا شوية على المشروع إذا أمكن، ومن بعد كان بأنه في الختام هو التحدي عبارة عن ختام للمحصلة. محصلة. نعم. نتحدثوا أول شيء على المشروع اللي هو أول حاجة هو مشروع إنستارت، أورو أفريكا نتورك فور إكسلنس أوف إنتربرينورشيب أند إنوفيشن، إنستارت وهو الشبكة الأورو إفريقية للتميز في الابتكار والمقابلاتية، يندرج ضمن برنامج إيراسموس بليس
لبناء وتحسين قدرات التعليم العالي Capacity Building Higher Education. هو عبارة عن مبادرة من جامعة لاس بالماس دي جران كاناريا بإسبانيا نتيجة العديد من التعاونات مع الجامعات المشاركة، لأنه جامعة جامعة كان عندها مشروع قبل مع جامعة لاس بالماس، ونتيجة أنه كانت هناك نجاح للمشروع انه زاد عرضوا علينا انه مش يكون عندنا مشروع مشاركة ان شاء الله مشروع تكون مشاريع في المستقبل ان شاء الله. يهدف المشروع الى تحسين مثلث المعرفة من خلال تعزيز ثقافة الابتكار الفعالة والبدء بطرق مبتكرة للتفاعل والتعاون بين الجامعات عالم الاعمال والمجتمع. هذا هو عبارة عن مثلث المعرفة من اجل تعزيز البيئة السوسيو اقتصادية لمنطقة البحر الابيض المتوسط. يضم المشروع 4 جامعات أوروبية وحاضرة علمية وتكنولوجية ممثلة في كل من إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بولندا، وعندنا 12 جامعة من شمال إفريقيا ممثلة في كل من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا ومصر. فالجزائر ممثلة بكل من جامعة 8 ماي 1945 جلمة وجامعة عبد الرحمن ميرا بجاية. بالإضافة إلى هناك دعم من الشركاء غير أكاديميين مثل غرف الصناعة والتجارة، تجمعات، شبكات والجمعيات المهنية. هناك 3 أهداف أساسية للمشروع. أولا تمثل في مواكبة إنتاج المعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار، لأننا نحاول أنه نعزو أنه كيف ننتج المعرفة، مش نستهلكوا إلى المعارف، ولازم يكون عنا مساهمة في إنتاج المعرفة. كذلك نقطة مهمة إنشاء أو تعزيز هيكل الابتكار في جامعات شمال إفريقيا، اللي مثلا كما اللي حيكون عنا اللي هو نقل مركز نقل المعرفة. نعم. يعني يحاولوا أنه ينشئوا ولا يعزوا المراكز اللي كانت موجودة. ونقطة ثالثة اللي هي بناء أنماط جديدة من التفاعل والتعاون من خلال تعزيز تدفقات المعرفة بين الجامعات سوق العمل والمجتمع. هذه نقطة أساسية. نعم. أيضا وكي من أجل تحقيق كمخرجات للمشروع أستاذ هذه يعني. بالضبط. من أجل تحقيق هذه الأهداف دائما يقسم المشاريع من هذا النوع إلى حزم عمل. هناك 7 حزم عمل، الأولى هي التحضير، الهدف منها هو إعداد قواعد إنستال من خلال جمع معلومات حول نظام البيئة والمقاولات والابتكار لكل الجامعات المشاركة، اللي حيكون عنا هنا بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط دول شمال إفريقيا، وأحسن الممارسات بالنسبة للجامعات الأوروبية. وفي الأخير تم تصميم خريطة تفاعلية موجودة على موقع الإلكتروني للمشروع، تدخلوا إلا بالضغط على مثلا الدولة أو الوحيد يخرج كل المعلومات المتعلقة بنظام البيئة، إحصائيات، مكوناته إلى آخره. هذه الحزمة العمل الأولى اللي كانت تحضير، بعديك جات حزمة العمل الثانية اللي تدخل في التطوير. لهنا هو عبارة عن إنشاء برنامج تسهيل الابتكار والمقاولاتية، وهو أداة تعليمية بالدرجة الأولى من خلال مجموعة من التكوينات والتي تتمثل في أول حاجة كان عنا التكوين عبر الخط لمجموعة من الأساتذة من جميع التخصصات حول نقل التكنولوجيا تثمين نتائج البحث العلمي للابتكار والمقاولاتية. تم تكوين 15 أستاذ جامعي من جامعة جالما، وذلك في الفترة الممتدة من 11 فيفري إلى 7 أبريل 2019. من بعد تم تكوين 3 أساتذة مكونون في المقاولات والابتكار بجامعة سابينزا روما إيطاليا، وذلك في الفترة ما بين 14 جوان 2019. وجامعة جلمة كانت ممثلة بكل من أستاذ بروفيسور بن حميدة عايدة، البروفيسور في هندسة طارق، منسقة قسم الابتكار والشغل، مدير حاضنات الأعمال، والأستاذ دكتور سفيان بوداري أستاذ في البيولوجيا، والأستاذ مقالات عبد العزيز المتحدث أستاذ في إدارة الأعمال والمقاولاتية ومسؤول مشروع، وكذلك مسؤول مركز دعم تكنولوجيا الابتكار. نعم. حاولنا أنه يكون هناك عدة تربية يعني في التخصصات. نعم. كذلك بعدك بعد ما رجعنا أضم 3 الأساتذة المكونون قاموا بتصميم ورشات تكوينية للطلبة حول التصميم التفكيري اللي كانت الأولى الانطلاق لها 29 أكتوبر كحل أو كمنهج حديث في الابتكار، هدفه تعليم الطلبة طرق جديدة مبتكرة لحل مشاكل حقيقية في السوق، وكانت من تنشيط الأساتذة المكونين بطبيعة الحال. كانت هناك مشاركة تقريبا 40 طالب من كل تخصصات ماستر ليسونس وحتى الدكتوراه. أما حزمة العمل الثالثة فهي تهتم بتطوير تعزيز أو إنشاء هيكل الابتكار في جامعات شمال إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز نشاط مراكز نقل المعرفة الموجودة أو إنشاء المراكز في الجامعات غير موجودة مثلا في حالة جامعة جلمة. يهدف هذا المركز إلى توسيع التعاون بين البحث العلمي وعالم الأعمال وإنشاء شبكات اتصال جديدة بين مختلف الفاعلين في مجال المقاولاتية والابتكار ونقل التكنولوجيا. ولدعم هذا المركز تم اقتناء تجهيزات إعلام آلي بقيمة 9450 يورو
تكوين عبر الخط لفائدة الفريق المسير لهذا المركز، لأنه هناك فريق حيسير هذا المركز تم تكوينه عبر الخط لمدة تقريبا شهرين عبر الخط. ومن بعدك كان عنا بجامعة سابينزا أيضا بروما أسبوعين، وهو ما هوش تكوين، هو عبارة أكثر شيء تربص. كان هناك زيارات دورية ولقاءات دورية مع كل الفاعلين في مجال المقاولاتية والابتكار، إذا سواء كانت مؤسسات عمومية أو خواص. أستاذ بن قيرات، يعني لو سألتك على نقل المعرفة من خلال هذه التجربة لمدة 4 سنوات، يعني المركز يعني عموما قطب الابتكار، ما هي المعارف يعني اللي اكتسبتوها خلال هذه الفترة، وخاصة التجربة الأخيرة مثلا على مستوى الطالب ولا على مستوى الأساتذة، من خلال تكوينكم سواء بالتنقل هناك أو من خلال التجربة يعني على الخط اللي تمت مؤخرا؟ دقيقة بقى نضيف في حسبة العمل الثالثة، مش نقدر نشرح ما فيش مشكلة الأثار تاع المشروع بصفة عامة، لأنه كلها عبارة عن حزام عمل متكاملة. نعم. الحزمة الأخيرة وهي العمل اللي هي تهتم بتعزيز تدفقات المعرفة بين الجامعة وعالم الأعمال، هي لهنا هو تنظيم نشاطين أساسيين، اللي هو تولك إنستار تولك اللي كان في 15 ديسمبر 2019 تحدثنا عليه، واللي هو كان ملتقى لرواد الأعمال الشباب. نعم. من خلال سرد قصص نجاحهم لتحفيز الطلبة على إطلاق شركتهم الناشئة، وكذلك خلق علاقة مع أصحاب المشاريع أصحاب المؤسسات. نعم. الناجحين، لأنه في الأخير هم اللي فيهم الاحتكاك يعني. إيه إكزاكتومان، لأنه لنا احتكاك وكون عندنا علاقة معهم، لأنه ما بقاش عندنا علاقة إلا على المستوى المحلي، ولكن هناك مستوى جهوي وطني وحتى إقليمي. نعم، يكون أحسن. وفي الأخير اختتم المشروع بإنستارت ماراثون، اللي هو عبارة عن مسابقة وطنية لإطلاق شركة ناشئة، اللي كان مبرمج في شهر أفريل، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيله إلى شهر أكتوبر. نعم. نرجع لسؤالتك، هنا هو النقطة المهمة، اللي هو ما هو أثر المشروع بالنسبة للمشروع هذا، وشو الامباكت ولا الأثر تاعو بالنسبة. نعم. على عدة مستويات. بالنسبة أول حاجة المستوى الفني، هو التدريب ونقل المعرفة وتطوير المهارات الخاصة لفريق مركز نقل المعرفة من خلال التكوينات اللي قاموا بها، سواء على المستوى على الخط ولا لأنه أستاذ أنا كنت حاضرة يعني الأسبوع الماضي، وشفنا يعني عن قرب كيف الطالب أنه هو يتحدث على مشروعه بطريقة متمكن من الفكرة، مهتم بها، حب يوصل نقطة معينة. يعني ربما المستمع الكريم يعني ما قدرناش نوصلوا له كل الفكرة، لكن لما تكون حاضر عكس أنك تسمع فقط عن التحدي الابتكاري. لأنه التحدي الابتكاري ليس هو الفكرة في إطلاق الفكرة فقط، لأنه فيه تحدي ابتكاري مثلا ستريس، كيف انه إدارة الوقت. نعم. إدارة الضغط هذاك اللي يكون على الطالب، كيف يقدم مشروع ويقنع لجنة التحكيم ما يكونش عنده له حل، لأنه قادر يكون عنده فكرة جيدة، ولكن في الأخير طريقة التقديم ما تساعدوش انه. نعم. مش يوصل الفكرة بطريقة جيدة. تحبي أستاذة أصير أرجع دوكا نحكيه على الإنستا التحدي اللي كان هو الأسبوع القادم. نعم. لأنه هو النشاط الأخير، آخر نشاط في برنامج إيراس ميس بليس ل 2020. أول حاجة إحنا تم تنظيمه كما قلت المرة اللي فاتت في لما تلاقينا في البول برو، إنه. نعم. كان تحضير ماراثوني أيضا، لأنه استمعنا أنه إحنا واللجنة التنظيمية في أسبوعين قررنا أنه غيرنا في طريقة كاملة اللي كنا معتمدينها في الماراثون، لأنه في الأول كان تحضير تقريبا 80%. اتصالات كل تحضير كانوا معنا وطلبة أيضا في اللجنة التنظيمية إلى آخره، وفي الأخير إحنا قلنا بالك في أكتوبر تكون ممكن جائحة كورونا حتنقص وتزول إلى آخره. في الأخير إحنا مجبرين لأنه المشروع عنده توقيت ولازم ينتهي كل النشاط تاعو في اكتوبر. علاه احنا خممنا كيف نحاول نلقاو طريقه، لانه التحدي فيه خصائص اللي لازم ما تروحش، اللي هم مثلا النقطه المهمه هي الكوتشينغ التدريب. نعم. احنا ما حبيناش نخلوه يروح كالسي بروس، احنا وجدنا خممنا انه ندخلوا معنا جامعات اخرى، ما يكونش خط هو ازدواجي، طريقه تنظيم 5 جامعات يعني اللي تم. ونعم. وهو ازدواجي عبر الخط وكذلك نفس الحضوري. نعم.
حضور على مستوى الجامعات فقط، على مستوى الجامعات المشاركة. احنا اتصلنا بالجامعات المشاركة واللي كان معنا كانت معنا اتصالات مسابقة من قبل، عرضنا عليهم الفكرة، عجبتهم الفكرة ورحبوا بالفكرة. احنا واش درنا؟ اقترحنا على كل جامعة تختار تقوم باختيار 2 إلى 3 مشاريع في كل جامعة، وشرطنا عليهم انهم يوفروا لنا انترنت، قاعه للعمل، وكذلك مدربين 2، لانه من بين الشروط انك المشاركه حتى الجامعه مش تقبل في شروط الماراثون. كان عندنا هناك تقريبا 45 طالب مشارك لكل تخصصات في 6 جامعات، اللي هي جامعه قلمه المنظمه، جامعه بيجاي عضو في مشروع انستارت، وكذلك جامعة قسنطينة 2، جامعة بسكرة، جامعة ويبلا، وجامعة مستغانة. نعم. حيث تكون هناك 15 فريق أو مشروع، كل فريق يتكون من 3-4 طلبة بمساعدة 15 مدرب موزع على الجامعات المشاركة. وكان هناك اتصال عبر منصة موديل لجامعة جلمة، اللي هي نقطة بسيطة تحسب للجامعة والفريق. نعم، فيه نقاط كثيرة يعني أستاذ بالقراط، يعني لاحظت خلال هذا التحدي الابتكار انه عندنا الكوتش، عندنا مفاهيم جديده، يعني الفكر المقاولات، تنسيق العمل عن بعد، حتى في اخر يعني التظاهره كان هناك لقاء مفتوح على مع الخوري، ندى خوري. نعم. يعني كانت الكثير يعني من النقاط الجديده لاول مره ممكن جامعه قلمة انها تطلق مشروع عبر منصتها الرقميه اصلا. ما هيش غير جامعة قلمة على المستوى الوطني. نعم، بالنسبة أنا أتكلم على جامعة قلمة، يعني حتى بالنسبة للجامعات الجزائرية، مختلف الجامعات الجزائرية. لأنه احنا خممنا في الطريقة كيف أنه يكون، احنا ما حبناش نستعمل بلاتفورم زوم مثلا، قلنا احنا على بلاتفورم تانا اللي هي منصة موديل، ولا ما استغلوش المنصة تانا. حتى رئيس الجامعة رحبوا بالفكرة، يعني السيد مدير الجامعة بروفيسور صالح عقون، وحتى المهندس انه كرينا دي كونت لموديل الجامعات الاخرين. وكان نقطة اخرى اللي حبيت نضيفها، انه كان حضور خلال فعاليات الماراثون للسيدة ندى خوري، اللي هي مسؤولة مشروع بجامعة لاس بالماس دي غران كانريا بإسبانيا، اللي كان معنا في البلاتفورم في المنصة، وكذلك في الأخير حضرت الفعاليات كل، يعني حتى هي كان أعطينا طابع شفافية أكثر للماراثون، طابع أكثر دولي وطني دولي، اللي حابين احنا نكونوا يكون أحسن. بالتأكيد أحسن. وكذلك تخلى الفعاليات، كانت هناك ورشات ايضا، احنا اصلا ما حبيناش نخسروا، لانه في التحدي في خصائص كما قلت، هو التدريب والورشات المهمه. احنا كانت عندنا ورشه، الورشه الاولى كيفيه حمايه الافكار، اللي هي قدمها السيد المدير العام للمعهد الوطني للملكيه الصناعيه عبد الحفيظ بن مهدي. وكانت عندنا ورشه ثانيه اللي هي التقنيات في تقديم البيتش، عرض المشروع. حتى هو كانت ورشات مهمه جدا اللي استفادوا منها الطلبه. تقييم المشاريع، كان هناك لجنه تحكيم اللي هي متنوعه، حتى الاختيار تاع لجنه تحكيم حتى هو كان مدروس وبدقه، لانه كان هناك جانب مؤسساتي واكاديمي واصحاب مؤسسات. نعم. كان في رئاسه اللجنه بروفيسور طارق بورجيبه، نائب مدير جامعه البحث العلمي، الدكتوره سونيا خربيش استاذه في اداره الاعمال، وكذلك عضو في مشروع انستارت بجامعه بجايه. نعم. اللي هما ممثلين عضو من كل جامعه. نعم. اللي هي عضو في المشروع. كان عندنا المدير العام للسيد بالمهدي عبد الحفيظ، اللي هو المدير العام لنابي للمعهد الوطني للملكيه الصناعيه. كان معنا محمد صالح تراب، مؤسس شركه فود بيبر. كان السيد نزيه دهوش، مؤسس شركه سينو ستوديو. والسيد كريم برودي، مؤسس برينكو انجينيرنج اند كونسلتنج، اللي هما ايضا كان عندهم لمسه، لانه يعني الجمع بين الجانبين الاكاديمي ولا بالضبط والمقاولاتيه، يعني لان اصحاب مشاريع. نعم. كان عندهم حتى يكون التقييم يعني موضوعي بشكل يعني كبير، وحتى اصحاب المشاريع عندهم تجارب دوليه، لانهم مثلا محمد صلاح تراب عنده مؤسسه في اوروبا، ومثلا نزيه دهوش عنده 7 جوائز عالميه، لانه يعني عنده من تطبيقات، ومن اكثر التطبيقات تحميلا في المستوى العربي. نعم. كريم بروري كذلك
دائما يقوم ب يعمل كذلك مع مشاريع مع السفارة الأمريكية، مع البرامج اللي موجودة في الجزائر. يعني حتى هم عندهم عندهم خبرة يعني خبرة في دولية. المجال نعم وخبرة دولية، مع أنه صغر سنهم، هم كلهم شباب. إن شاء الله طلبة جامعة قلمة يكونوا في إن شاء الله هي في الأخير استفادة، تكون لهم مشاريع من هذا النوع يعني إن شاء الله. إحنا فكرتني إنه حتى لجنة التحكيم كانت هناك نزاهة، يعني هذا كانت المرتبة الأولى لفريق من جامعة بسكر، الفريق نعم. الثاني والثالث لجامعة بيجاي، يعني هناك نزاهة تامة وشفافية حتى في تقييم المشاريع. الحمد لله. الحمد لله. نعم. بالنسبة لأثار المشروع يعني ولا تظاهر التحدي الابتكار على الطلبة، فريق جامعة قالما يعني كيف كان؟ هي في الأخير ما كانش هناك خاسر، يعني كلها بكل تأكيد. نعم هي تجربة أنه نتعلموا منها، لأنه يعني كل من وإحنا أنا ديما نقول أنه المسابقات تعلمنا، بس مش دائما اللي يربح هو معناته انه بريك ينجح في الاخير. نعم. كما نعم. اللي يقرا اللي يجي مش هو اللي ينجح، لانه الحياه بعديك عندها معايير اخرى للنجاح للتقييم. لانه ساعات انه في الاخير هو تجربه، العكس انه كي نتعلموا ونجربوا ونغلطوا ونقدروا نستفادوا ونتعلموا من بعد. الاهم فيما بعد يعني لما ندخل مشروعي الحقيقي تطبيق في الميدان مين هو ذاك. العكس الحاجه الملحه انه نسمع اراء الليكو اللي كانت هناك تقريبا 4 أو 5 ساعات اللي هو كان يعملوا مع لي كوتش، وصير تقييم لجنة التحكيم لأنه حتى هو يعطيهم إضافة. كلها في الأخير هي تجربة أنه كل يستفيدوا منها، سواء الأساتذة المنظمين، ما إحنا كتنظيم نستفيدوا منها. استعملنا أدوات حديثة، مثلا استخدمنا منصة مودل، كان عندك فيسبوك لايف إلى آخر، يعني تنويع يعني حتى في أدوات تنظيم التظاهرة. أستاذ بن قيرات يعني نذكر مستمعينا الكرام بأنه دائما نحن في حصة في رحاب جامعة 1945، واستضفنا خلال هذا الأسبوع الأستاذ بن قيرات عبد العزيز مدير مركز دعم التكنولوجيا والابتكار، وكذلك نائب عميد كلية الآداب واللغات أيت قاسي عمرة المكلف بما بعد التدرج. إذا أستاذ يعني بن قيرات كتكملة لحديثكم حول مشاريع القطب ككل، يعني إذا تحب تقيم لنظامها ولا إذا فيه مشاريع أخرى تعتزمون إطلاقها، ثم نمر إلى البرنامج إيراسموس ككل. أنا نضيف بك نقطة مهمة، إحنا في وقت جائحة كورونا القطب ما حبسنا الشهر الاول الثاني، وما ديك خممنا كانت رده يعني رجه كبيره للعالم ككل. وما ديك مما حتى في شهر جمعه احنا نظمنا العديد من النشاطات او الحاجات. كنت متابع استاذ على صفحه الفيسبوك للجامعه، يعني كان فيه لقاءات افتراضيه كثيره يعني بالضبط. نعم. كان هناك احنا قمنا بتنظيم 5 دورات تكوينية في منصة مودل. نعم. من قاموا بها الأساتذة المسؤولين على الهياكل المختلفة الموجودة في القطب. كذلك تم لفيسبوك لايف. فيسبوك لايف كذلك كان تجربة جديدة بالنسبة للجامعات الجزائرية وخاصة جامعة قلمة. حاولنا أنه إحنا قاعدين في الدار كونفيرمون، استغلوا الفرصة أنه نظمنا أنه مثلا مع طلبة، كان شهادات حية لطلبة حول وش كيف قضى وقت مثلا الحجر الصحي. نعم. كان عنا وسي تدخل بعض الخبراء وكذلك رواد أعمال، مثلا حكينا على العمل الحر في الجزائر فريلانس مع السيد بن بليدة وليد مؤسس مشارك لمنصة فريهالي. كانت هناك أيضا تدخل مع خبير دولي هو توماس خطيل حول سيرورة مرافقة حاملين المشاريع. حزنتنا أيضا عن مساحة العمل المشترك في الجزائر كمفهوم حديث، وش هو دوره وش هي الفرق بينه وبين حاضرات الأعمال. نعم. مع السيد عبد العزيز رمزي مؤسس مشارك لمساحة عمل إنوفاكو سبيس، واختمناها مع طلبة كرياتيفا وتحدثنا حول التصميم الجرافيكي كبهنا المستقبل. نعم.
يعني وخيرنا كانوا طلبه كرياتيف كانوا يعملوا عمل حر عبر الانترنت. في طلبه اللي كان عندهم خبره 4 سنين 5 سنين مع انه مع صغر سن وتوجهات السوق يعني الدوليه استاذ هي للديزاين وكل بالضبط. نعم. احنا على ما خيرنا حتى المواضيع هي كلها حديث الساعه. نعم. لانه احنا حاولنا انه نشوف التصميم الجرافيكي كمهنه للمستقبل. دوك اي واحد قادر طالب ما يكونش قاري ما يقدر يتعلم وش الادوات اللي يقدر يستخدمها مش كتصميم. نعم. جرافيكي قادر يكون هو طالب يستعملها كعمل حر ويكسب بعض الأموال. كذلك يقدر المالك يخوض تجربة كاملة في التجربة دي التصميم الجرافيكي. نعم. إلى آخره يكون أحسن يعني بالنسبة لي. أيضا أستاذ يعني بالنسبة للبول برو يعني عموما بالنسبة للبول برو احنا ما نتوقفوش خلال النشاطات لانه في الحقيقة هناك حتى النشاطات اللي نقوم بها احنا كمسؤولين منها تكوينات عبر الخط مع حول براءة الاختراع مع شركاء مثلا مشروع التوظيف الى اخره. واحنا ان شاء الله ممكن تكون عندنا فترة راحة ممكن اسبوع او اسبوعين ان شاء الله بعد التظاهرة بعد النشاطات اللي قمنا بها. نعم. وان شاء الله في هناك دائما جديد. وبالنسبه لبرنامج إيراسموس يعني كتقييم ثم اذا فيه يعني مشاريع اخرى حيت تكون في المستقبل احنا المشاريع إيراسموس هي عاده تكون بتسمى نيابه رئيس رئاسه الجامعه حول للعلاقات الخارجيه والتعاون. نعم. لانه هم اكثر شيء يعملوا على المشاريع إيراسموس ومع ذلك يعينوا استاذ ولا يكون مسؤول على المشروع. الجامعة دائما تعمل على أنها تكون عضوة في مشاريع دولية لتستفاد منها. احنا في الحقيقة كانت تجربة يعني جيدة استفدنا منها يعني أربع سنوات أستاذ يعني 4 سنوات من العمل ضمن هذا البرنامج يعني كيف كانت؟ في الحقيقة هي العمل احنا كمستوى جامعة قلبة يعني وخاصة على مستوى القطب يعني على مستوى القطب لأنها كلها لأنها تمشي مع سياسة القطب والاستراتيجية الموضوع المتعرف رئاسة الجامعة حول الانفتاح على العلم الخارجي على الفكر المقاولاتي. نعم. إلى آخره إدارة مشروع إدارة المشاريع. نعم. كلها تندرج احنا حتى فريق الانستات هو اغلبه ما للاساتذه اللي يعملوا في المشروع في القطب الابتكار. نعم. حتى المشاريع مثلا مشاريع توظيف ليهتم بالشغل وكذلك المقاولاتية أعضاء المشروع كلهم أعضاء هم الأساتذة المسيرين لقطب الابتكار. نعم. يعني كل هالمشاريع اللي تكون عندها علاقة بالتوظيف والشغل والمقاولاتية والابتكار هناك فريق يعني قطب الابتكار وكلها هي عبارة عن إضافة. حتى بالنسبة للأساتذة وإحنا مع ذلك نحاول أنه نفيد الطلبة من خلال تكوينات من خلال مسابقات من خلال تظاهرات ساعات انه نشاركوا في مظاهرات مثلا في ديسمبر الفائت لانه كان عندنا فريق خدينا يشارك معنا في المسابقة. كلها تجارب بالنسبة للطلبة ويتعلموا منها طلبة الجامعة. نعم. عندك إضافة أستاذ ولا؟ أنا حبيت نشكر إذا حبيت تخلي يعني الشكر في الأخير. ما عليش أستاذ. نعم. إذن مستمعينا الكرام نحن دائما في حصة في رحاب جامعة 8 مي 1945 نذكركم بما ورد في صفحة الفيسبوك الرسمية لجامعة 8 مي 45 حول تصنيفها الأخير الصادر يوم 29 أكتوبر 2020 حيث تحصل جامعة جلمة على المرتبة 5 وطنيا ضمن تصنيف يوني رانك انستغرام يونيفرسيتي رانكينج 2020. وبهذا التصنيف الجديد تكون يعني أجندة وزوالة جامعة 8 مي 1945 قد حظيت بالكثير من التصنيفات العالمية سواء الافتراضية أو الأخرى يعني العادية. إذن مستمعينا الكرام في هذا الوقت الزمني الباقي لنا في حصة في رحاب جامعة 8 مي 1945 ودقائق الساعة تشير إلى 16 الرابعة 37 دقيقة في الشقة الثانية من